السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي في مادة نمو سيكولوجيا الطفل. طبعا إحنا بلشنا حديثنا عن أهم المراحل التطورية للأطفال، تكلمنا عن المراحل التطورية الهامة في عمر صفر للنيو بورن، وعادة نيو بورن تطلق على مرحلة عمرية يعني من تقريبا أول ما بينولد الطفل، يعني أول تقريبا أسبوع 10 أيام بنسميه نيو بورن. بعدين انتقلنا للحديث عن أهم المراحل التطورية لعمر 4 أسابيع أو شهر، ومن ثم تحدثنا عن عمر الشهرين، عمر 3 شهور، وعمر 4 شهور، وصلنا لعند عمر 5 شهور. والآن رح نكمل حديثنا عن أهم المراحل التطورية للطفل اللي عمره 5 شهور. رح نركز على المراحل التطورية الحركية واللي خاصة باستخدام اليدين، وبالإضافة لتطور اللغة وتطور الكوميونيكيشن سكيلز بشكل عام والقدرات العقلية طبعا، لأن اللغة والكوميونيكيشن سكيل والقدرات العقلية كلها مرتبطة مع بعضها البعض. راح نتوقف في الحديث عن تطور حاسة البصر عن الفيجن، لأنه حكينا أنها من 4 شهور حاسة البصر بتكون عند الطفل like as an adult، بيكون بيشوف منيح، الفيجوال فيلد إله طبيعي، المفروض كروسينج آيز تقريبا قل كثير أو انتهى الاي كروسينج، بيكون اوير ايضا اوف ديستنس، يعني الفيجن عنده بيكون لايك اس ان ادلت، الا اذا كان طفل عنده مشكله في حاسه البصر، معناه انه عنده مشكله في حاسه البصر فبيكون في عنده مشاكل معينه. ورح نتوقف بالحديث عن حاسة السمع، لأنه على عمر تقريباً 3 شهور الطفل بتكون حاسة السمع عنده like as an adult. He can perceive sound, listen to sound, aware of the density of the sound, localize the source of the sound. وكل الأمور اللي خاصة في خاصة السمع، إلا إذا كان عنده مشكلة في السمع طبعاً خلقية منذ الولادة. ورح أيضا طبعا الحديث عن حاسة الشم والتذوق، حكينا أنه اكتمل لأنه أصلا الطفل منذ الولادة بيكون عنده حاسة التذوق وحاسة الشم like as an adult. تمام؟ طيب نرجع باك، إذا وصلنا لعمر 5 شهور أو عمر 20 أسبوع اللي بدكم إياه. كيف بتكون وضعية الطفل اللي عمره 5 شهور؟ إذا وضعناه on his abdomen، إذا حطيناه in prone position، الطفل اللي عمره 5 شهور إذا حطيناه in prone position he can raise his head and part of his trunk by supporting himself with his arm، بيستطيع أنه يرفع رأسه ويرفع جزء من الترنك منطقة الجذع باستخدام يديه، يعني التلبت قليلا بيستطيع أنه يرفع رأسه وجزء من الترنك باستخدام يديه، لأنه قوة يديه يعني صار عنده قوة إيديه أحسن، وبالتأكيد عضلات الترنك أحسن وعضلات النك أحسن، فصارت تشيل عندي الرأس بطريقة أحسن ومنطقة الجذع صارت سبورتد بطريقة أحسن. طبعا لما بنحط الطفل on his abdomen اللي عمره 5 شهور ببلش يحرك إيديه ورجليه بحركة بتشبه السويمينج، بحركة بتشبه السباحة. تمام، بيحرك الايدين والرجلين فليكشن اكستنشن فليكشن اكستنشن بطريقه وكانه هي از سويمينج. هي تراي تو رول اوفر انتو هيز باك، حكينا انه بيحاول انه يلف على ظهره. لما بنحطه اون هيز ابدومن بيحاول تو رول اون هيز باك. ركزنا على نقطه كثير مهمه المره الماضيه، انه الطفل بيبدا إنه يتحرك من بطنه لظهره، من ظهره لبطنه، he can roll by the age of 4 months، وهذا بالعادة بركز عليه في الامتحانات، إنه الطفل متى ببلش إنه to roll from his abdomen to his back or from his back to his abdomen، عادة على 4 شهور ببلش عملية الرولينج. وطبعا عشان هيك الأم لازم تنتبه في هاي المرحلة العمرية، لأنه الطفل طبعا بهاي المرحلة العمرية إذا ما انتبهت عليه ممكن إنه يوقع عن كنباي أو يوقع عن تخت إذا كان التخت ما إله سياج محكم
يعني أو كانت حطيته على أي مكان مرتفع، ممكن يتعرض لضربة قوية على رأسه وتسبب له مشكلة فيما بعد، ممكن تعمل له نزيف في الدماغ، خلل، مشكلة معينة، لذلك يجب الانتباه. الأون سيتينج بوزيشن، إذا وضعت الطفل اللي عمره 5 شهور on sitting position في وضعية الجلوس، he can raise his head، بيقدر إنه يرفع رأسه a little bit. He can ball his legs to push his body forward، ممكن إنه يحاول إنه يعني يحرك رجليه على أساس إنه يتحرك للأمام قليلاً، تمام؟ هي محاولات، هي محاولات. And he do a lot of pedaling movement with his legs. لما بحط الطفل اللي عمره 5 شهور في وضعية الجلوس ببلش يعمل إيش؟ flexion extension on his legs، وكأنه ببدل زي اللي راكب على بسكليت وببدل، تمام؟ هاي اللي بنسميها pedaling movement، حركة تبديلية في lower limbs، تمام؟ هاي بسميها pedaling movement. هاي بنشوفها عند الطفل اللي عمره 5 شهور لما نضعه in on sitting position. المفروض يمشي معي سلايد كمان في المشكلة ماله. انتر ليش ما مشى سلايد كمان؟ اوكي باك. بمشي انتر من الماوس. طيب هون، طيب use of the hands. use of the hands، كيف بيكون استخدام اليدين عند الطفل اللي عمره 5 شهور؟ He can voluntarily lean forward to reach and grasp objects with the palm and the last 3 fingers. This is a very important milestone. الطفل اللي عمره 5 شهور بيستطيع بحركة إرادية، تمام؟ It's not primitive reflex، هي ليست حركة لا إرادية، بيستطيع بحركة إرادية إنه يعمل ريتش، يعني يمد إيده للأمام ويمسك الأشياء بقبضة يده، يعمل كراسب. إذن he can reach، بيحرك إيده للأمام، and he can grasp. grasp يعني يمسك، grasping يمسك الأشياء. طبعا كيف بتكون مسكته للأشياء؟ بتكون باستخدام باطن اليد واللاست 3 fingers وآخر 3 أصابع. يعني ما بمسك خلينا نحكي اللعبة بإيده كلها، لا، بيستخدم عادة، بيكون لما بمسك الأشياء بمسك الأشياء باستخدام آخر 3 أصابع مع البالم، مع البالم. طبعا بتعرفوا أنه أصابع اليدين بتتكون من الثمب الإبهام، بعديه بيجي الإندكس فينجر الشاهد، بعدين بيجي الميدل فينجر، بعدين بيجي الرينج فينجر اللي هو الإصبع اللي بنحط فيه الخاتم أو الذبلة، بعدين بيجي الليتل فينجر اللي هو الإصبع الصغير. إذا ثم، إندكس فينجر، ميدل فينجر، رينج فينجر والليتل فينجر. الطفل اللي عمره 5 شهور لما بمسك الأشياء بمسك الأشياء باستخدام اللاست 3 فينجرز، يعني الميدل فينجر والرينج فينجر والليتل فينجر، أوكي؟ بيحاول إنه يقبض الأشياء فيهم. فيما بعد لما بيكبر، كل ما بيكبر شوي بيستخدم أصابع أكثر، كل ما بيكبر شوي بتكون قبضته أقوى وأفضل، حتى إنه يصبح استخدامه للفينجرز like an adult زي الكبير، وبالعادة هذا بيكون تقريبا على عمر 9 شهور. خلينا بعمر 5 شهور. إذا الطفل في عمر 5 شهور he can reach، he can grasp، بس الgrasping تبعه بيكون with palm and last 3 fingers، وهاي دائما سؤال كثير مهم دائما بركز عليه في الامتحانات. uses both hands to touch، بيستخدم يديه الثنتين لمسك الأشياء والتعامل مع الأشياء، أوكي؟ طيب نيجي على السايت. الفيجن هون بس عشان أذكركم إنه الطفل has extremely accurate vision from the 4 months onward، يعني من لما بصير عمره 4 شهور ف
فأقل بيكون حاسة البصر عنده مكتملة. بعض الأطفال حاسة البصر عندهم بتكتمل قبل الأربع شهور، ممكن شهر شهرين ثلاثة قبل الأربع شهور، وبعض الأطفال بيضلوا للأربع شهور. إذا عدينا الأربع شهور وحاسة البصر مش مضبوطة، الطفل بيكون في عنده مشكلة خلقية في حاسة البصر. طيب نيجي على اللانجوج للطفل اللي عمره خمس شهور. تطور اللغة عند الطفل اللي عمره خمس شهور يعني ما بتختلف كثيرا عن عمر الأربع شهور، كثير بتشبه عمر الأربع شهور. بيحكي vowel sound، بيحكي consonant، بيعمل gurgling، تمام، بيمكن يدمج الـ vowel sound مع الـ consonant قل يعني شوي. والـ vowel sounds تعرفوا اللي هي الـ A و E، والـ consonant اللي هي حرف الأب، الحرف الأب والأج. هي كانت نيزلايز، ما بيستطيع إنه لسه بهذا العمر إنه يطلع الأحرف اللي بتكون تخرج من الأنف مثل حرف الأن مثلاً، تمام. He is interested in human voice، هو بحب إنه يسمع صوت الإنسان وبنسجم مع الناس، يعني أكثر من انسجامه مع فيديو أو انسجامه على مثلاً كارتون على التلفزيون، بحب إنه يكون يعني حواليه ناس. وبيرنتس شود كونكت، يعني نصيحة دائما بنعطيها للآباء والأمهات إنه parents should connect voice with actions that will help the infant to connect language with feelings. لازم دائما الآباء والأمهات يربطوا الكلام مع العمل، الفويس مع الاكشن. يعني مثلا بتكون الام بدها تطعمي البيبي، بتحكي يلا هلا بدنا ناكل رز، هلا بدنا ناكل، بدنا نشرب حليب، هلا بدنا نشرب عصير. مثلا ممكن انها تحكي يلا هلا بدنا ناخذ شاور، بدنا نلبس البلوزه اللي لونها احمر، لانه زي ما حكيت بالسابق انه الطفل ببلش يكون لغه من اول يوم بينولد فيه، فكل ما حكينا معه اكثر كل ما خزن لغة أكثر وتحسن تطوره من ناحية لغوية ومن ناحية مهارات تواصل ومن ناحية عقلية بصورة أفضل. أوكي؟ إذن ننتبه كثير على هاي النقطة. أوكي. إيش كيف بيكون التطور الاجتماعي عند الطفل اللي عمره خمس شهور؟ كيف بيكون social development عند الطفل اللي عمره خمس شهور؟ أول خاصية خاصة بالسوشيال ديفلوبمنت إنه الطفل اللي عمره خمس شهور he knows cause and effect relationship especially when he plays with toys، بيعرف يميز ما بين السبب والمسبب. أوكي؟ السبب والمسبب أو السبب والنتيجة، تمام. يعني كيف؟ يعني الطفل لما بيلعب باللعبة هاي، لما بيكبس الكبسة هاي بضوي ضو، بيكبسها بضوي ضو، بيكبسها بيطلع صوت، فبيعرف انه انا اذا كبست هاي الكبسة بالذات بيطلع ضو، او اذا كبست هاي الكبسة بالذات بيطلع صوت. فالطفل بيعرف بيكون مدرك للكوز ان افكت، تماما نفس مبدأ انه انا اذا بكيت امي بتشيلني، اذا بكيت امي بتشيلني، فبيبكي الطفل امه بتشيله، بيرجع بيبكي، بيرجع امه تشيله، and so on. نفس الشيء اللي هي الكوز اند افكت ريليشن شيب، الطفل بيكون مدركها على عمر الخمس شهور. طيب احسن بوزيشن للطفل في هذا العمر ان نحطه ان سيتنج بوزيشن لما بيكون طبعا صاحي من النوم، لانه السيتنج بوزيشن دائما بيخلي الطفل يتعرف اكثر على الانفايرمنت اللي محيط حواليه، يتعرف على الناس اللي حواليه، يلعب احسن مع الاشياء، يعمل مور انتر اكشن وذ ذا انفايرمنت. سيتنج بوزيشن از ريكومندد ان ذس ايج اند بيفور ذس ايج اوف كورس، but putting him on in his tummy is very important to strengthen his back muscle and to let him moves easily. دائما بسال سؤال للطلاب اللي طبعا حكينا جوابه، انه هل is it recommended اني احط الطفل على بطنه يلعب بعمر الخمس شهور؟ yes it is recommended اني احط الطفل يلعب على بطنه اللي عمره خمس شهور، طبعا under your supervision، يعني لازم يكون تحت مراقبة الطفل. بحطه على ماترس على الارض مثلا عشان ما يقلب ما يوقع،
وبحط الطفل عليها وبحط أمامه ألعاب، وممكن ألعب معه لما بيكون الطفل on his tummy على بطنه وبلعب معه. السبب بالأبحاث بينت إنه الأطفال اللي أمهاتهم كانت تحطهم على بطنهم يلعبوا كان عندهم عضلات الظهر أقوى، وبالتالي لما كبروا عانوا، يعني كانوا يعانوا من آلام الظهر أقل من غيرهم من الأطفال. إذا الأمهات اللي كانت تحط أطفالها على بطنها عشان تلعب كانوا أطفالهم لما كبروا بيعانوا من آلام الظهر ومشاكل الظهر أقل من غيرهم، تمام؟ فإتز ريكومندد إن نحط الطفل على بطنه علشان يلعب في هذا العمر وفيما بعد. طيب المشكلة بتواجه الأمهات في هذا العمر إنه الطفل ما بده ينام، وبصير يغلب كثير وأبوه وأمه بالنوم في هذا العمر، والأم طبعاً زي ما بتعرفوا في عندها التزامات أخرى كمان، هي بدها تنام بدها ترتاح. فكيف نتعامل مع الطفل اللي ما بده ينام؟ How can we make the baby sleep longer؟ كيف ممكن إنه نخلي الطفل ينام أسرع ونخلي الطفل ينام لفترة أطول؟ علشان طبعا جسمه يرتاح ويتطور والأمهات طبعا يرتاحوا. أول شيء بنحكي إنه put him to sleep late، حط الطفل إنه ينام بوقت متأخر. مش المقصود متأخر يعني لازم أنيمه بوقت متأخر، الفكرة إنه الأم ما تحاول إنها تنيم الطفل قبل ما تنام هي بفترة طويلة. السبب في ذلك إنه هو مثلاً إذا نيمت الطفل الساعة 6 وهي نامت الساعة 12، الطفل رح يصحى ممكن يصحى الساعة 2 يكون نايم منيح وشبعان نوم وهي لسه ما نامت إلا ساعتين. فإحنا بنحكي للأمهات إنه نيم الطفل بالوقت اللي أنت بتنامي فيه عشان تناموا مع بعض وتصحوا مع بعض، فالأم بتكون مرتاحة والبيبي كمان بيكون مرتاح. أوكي؟ فهي أول نصيحة. النصيحة الثانية play with him a lot، حاول إنك تلعب مع الطفل قبل إنه ينام علشان تتعبه وبالتالي بينام فترة أطول وبينام deeper بطريقة أعمق. أوكي؟ give him a meal، ممكن الطفل على عمر يعني أعطيه وجبة قبل ما ينام عشان ما يصحى لأنه جوعان بالليل. فالطفل ممكن أعطيه وجبة مش حليب، ممكن أعطيه مثلا سيريلاك، أعطيه بيبي فود يعني طعام، لأنه بتعرفوا الحليب بسرعة بنهضم بسرعة بجوع الطفل لما بيشرب حليب. فممكن أعطيه قبل النوم وجبة تكون يعني دسمة شوي، يعني مش دسمة يعني أنها تكون أثقل من الحليب شوي، بينام فترة أطول. Soothing bath، بتعرفوا أنه الأطفال بالعادة لما بياخذوا حمام دافي بيناموا أحسن بيناموا أسرع. والنصيحة الأخيرة اللي حاطة عندها علامة استفهام وعلامة تعجب put to bed with his face down، دائما بحكي أنه يخلينا نحطه في تخته علشان ينام، حاول أنه وجهه يكون على جانب على أساس ما يضله يعني يتفرج بجو الغرفة ويصير distracted ويتشتت. هاي العبارة ما بتعني إني أنيم الطفل على بطنه أو أحط الطفل على بطنه لما ينام، تمام؟ هاي العبارة كثير مهمة، يعني الطلاب بيخربطوا بيحكي لي أنت حكيتي لنا إنه حط الطفل على بطنه لما ينام، لا أنا حكيت حط الطفل على بطنه وهو بيلعب. لما ينام لا تحط الطفل على بطنه، نيمه على ظهره وخلي راسه على جنب عادي ما في مشكلة. ليش؟ لأنه ممكن أنه العلماء بيحكوا أو أثبتت التجارب أنه الأطفال اللي كانوا يناموا على بطنهم احتمالية أنه هذا الطفل يصير في عنده توقف بالتنفس أو مشكلة في التنفس أكثر من غيرهم من الأطفال. لذلك منظمة أطباء الأطفال الأمريكيين طلعت كامبين حملة بتحكي فيها، هاي الحملة كان عنوانها Back to Sleep Campaign، Back to Sleep Campaign يعني ارجعوا نيموا الأولاد على ظهرهم، لا تنيموا الأولاد على بطنهم زي ما كانوا زمان، أيام زمان جداتنا يحكوا أنه لا نيم الولد على بطنه وخلي الطفل نايم على بطنه أحسن. نو، حكوا أنه نسبة الأطفال اللي بيعانوا من توقف النفس المفاجئ ومشاكل التنفس أكثر عند الأطفال اللي بيناموا على بطنهم، عشان هيك حكوا لا ارجعوا نيموا الأولاد على ظهرهم، لا تنيم الطفل على بطنه، حطه هو صاحي يلعب تحت وانت بتكون موجود عنده تحت مراقبتك، لكن لا تنيم الطفل على بطنه.
أوكي، عشان هيك أنا حطيت هون علامة استفهام وعلامة تعجب عشان ننتبه على هاي النقطة، نركز عليها ونفهمها منيح. أوكي؟ طيب، إذا أنهينا حديثنا عن أهم المراحل التطورية الخاصة في عمر الخمسة شهور، والآن راح نحكي عن أهم المراحل التطورية الخاصة في عمر الست شهور. طبعاً الطفل اللي عمره ست شهور لما بحطه on his abdomen he can raise himself, neck, raise himself بيقدر إنه يرفع، لما بحطه على بطنه بيقدر إنه he can raise النك والثوراكس القفص الصدري والأبر أبدومن المنطقة العلوية من البطن with his hands and not his arm، يعني بيستطيع إنه يرفع حاله لما بحطه على بطنه باستخدام يديه وليس ساعديه. تعرفوا الفرق بين الهاند والارم، الهاند هي الكف والارم هي الساعد. أوكي، فهو بيستطيع إنه ينهض النك والثوراكس والأبر أبدومن with his hands and not his arms، وهذا بيدل على زيادة قوة العضلات عند الطفل. And he can throw his head back، بيقدر إنه يرجع راسه لورا بحرية وبسيطرة كاملة. أوكي؟ شيء مميز جدا لعمر الست شهور دائما بسأل عنه بالامتحان، إشي بسميه skipping stage. skipping stage يعني skip، skip يعني القفز النط، لما الطفل بيكون بلعب برا بيكون ينط نط هيك. أوكي، هاي بسميها skipping stage. ممكن إنه تشوف لينك على اليوتيوب عشان تشوف كيف يعني skipping بيكون نط نطة. أوكي، هلا الطفل اللي عمره 6 شهور إذا أنا حطيته in standing position وقفته، طبعا هو ما بيقدر يوقف، أنت راح تمسكه من تحت إيدي from under arm، تمسك الطفل وبتوقفه. الطفل لما بتمسكه وتوقفه بصير وكأنه بيقفز، بصير ينطنط باستخدام رجلي، فهاي النطنطة شو بسميها skipping stage. متى بشوفها؟ عمر 6 شهور. هل في أطفال بيعملوا skipping stage أو بيكون في عندهم skipping stage قبل عمر الست شهور؟ ممكن أطفال يعملوا skipping stage على الخمس شهور، ممكن أطفال يعملوا skipping stage على السبع شهور، عادي، بيظل الطفل within normal range، بيظل الطفل طبيعي. إحنا الأعمار هاي نضعها يعني كأمثلة، معظم الأطفال skipping stage عندهم بتكون على ست شهور، معظم الأطفال مثلاً بيستطيع إنه يحكي البول ساوندز على عمر الشهرين، فإحنا بنحكي الأيجز عندنا as average، as example as average. فياريت إنه ما حدا يبعث لي السؤال التالي، دكتورة أخوي مشى على عمر 9 شهور وأنت حكيتي إنه الطفل بيمشي على عمر 15 شهر، بديش أسمع زي هذا السؤال. حكينا إنه الأيج، إحنا بنحكي عن معظم الأطفال، بنحكي الأيجز آر بروفايدد أز إكزامبلز، وفي ممكن أطفال يعملوا هاي الأشياء قبل المرحلة العمرية أو بعد المرحلة العمرية بقليل، ويكونوا أطفال طبيعيين وذكيين وأمورهم تمام. واضح؟ طيب نرجع باك. السيتنج ستيج لما بنضع الطفل ان سيتنج ستيج هي ريمين ان سيتنج وذ مينيمم سبورت، يعني ممكن الطفل يجلس لا يعني يجلس وذ مينيمم سبورت، يعني يجلس وعمره 6 شهور لكن بيكون حاطين حواليه شيء يعني مخدات اشياء هيك حواليه، بيجلس شويه وذ مينيمم سبورت. لكن اذا شلنا المخدات من ورا ظهره هيك وجلسناه على الست شهور، لا، بيقع للباك أو ممكن للفرونت. لما منحط الطفل on his back، لما مننيمه على ظهره منحطه on his back، he try to move his head and back to sit up، بيحاول أنه ينهض حاله علشان يجلس. okay؟ he can grasp his mom thumb to sit up، ممكن يمسك إصبع أمه علشان أمه تجلسه. and he can catch hold of his feet، ممكن كمان لما بحطه in supine position on his back يحاول انه يمسك اصابع رجلي الطفل، بيحاول انه يمسك اصابع رجلي. طبعا المنظر الكلاسيكي لابن عمره 6 شهور بيكون نايم على ظهره، بيكون ماسك اصبع اجره الكبير وبيعضعض عليه،
هذا يعني صورة كلاسيكية لعمر 6 شهور. فإذا واحد فيكم بده يصور طفل عمره 6 شهور واستطاع أنه يلقط لنا هاي اللقطة الخرافية، أنه طفل عمره 6 شهور نايم على ظهره ماسك إصبع رجله وبيعضعض عليه، هذا بيكون بيرفكت يعني. أوكي؟ طيب use of hands، كيف يكون استخدام الطفل اللي عمره 6 شهور للإيدين؟ He can grasp object voluntarily with his whole hand. حكينا في السابق إنه الجراسبينج ريفلكس انتهى على عمر 4 شهور، الآن الجراسبينج هو حركة إرادية بيسيطر عليها الطفل بشكل تام. He can grasp two objects with both hands and look to a third one on the table. ممكن الطفل يمسك لعبة في إيده اليمين ولعبة في إيده اليسار ويطلع على لعبة ثالثة على الطاولة يحاول إنه يمسكها كمان. هذا بدل على تطور قدرات حركية عند الطفل. He can do ulnar grip. الulnar grip كثير مميزة لعمر 6 شهور ودائما بسأل عنها بالامتحان. الulnar grip يعني إنه he can hold a cube with his thumb and the last three finger. الألنر جريب لما بستطيع إنه الطفل يمسك مكعب أو لعبة باستخدام last three fingers ومع الثمب، بسميها إيش؟ ألنر جريب. وطبعا قبل عمر 6 شهور، عمر 5 شهور الطفل لما كان يمسك الأشياء كان يمسكها باستعمال last three fingers مع البالم، مع باطن الكف، يعني يمسك اللعبة باستخدام الثلاث أصابع مع باطن الكف بمسك الأشياء. الآن صار في تطور للقدرات الحركية عند الطفل، أصبح يمسك الأشياء باستخدام الـ last three fingers مع الثمب، وهاي الحركة أو هاي المسكة تحديداً بسميها ulnar grip. شو بسميها؟ ulnar grip. أوكي، ومميزة جدا لعمر 6 شهور وبتدل على تطور حركي في اليدين. He can scrape the table with a fork or a knife. إذا الطفل أعطيته مثلا ملعقة شوكة أو سكينة ممكن إنه يحاول إنه يشخط فيها الطاولة أو يخبطها على الطاولة ويطلع صوت. هذا إشي كمان كلاسيكي يعني لطفل عمره 6 شهور. فممكن أنت إذا بدك تصور طفل عمره 6 شهور ممكن تبين لنا هاي الشغلة بالفيديو، إنك تجلس الطفل وتعطيه معلقة وتحطه أمام طاولة وتشوف شو بده يعمل، بده يصير يخبط بالطاولة ويضحك، يخبط بالطاولة ويضحك، يعني this is ABC. أوكي؟ كيف بتكون اللغة اللانجويج عند الطفل اللي عمره 6 شهور؟ أهم شيء مميز لللانجويج عند الطفل اللي عمره 6 شهور ودائما بسأل عنه في الامتحانات اللي هو البابلينج. البابلينج يعني المناغة. البابلينج شباب يختلف عن الجارجلينج. الجارجلينج حكينا عنه في السابق وحكينا انه صوت الغغغغغ اللي بيطلع من الحلق. البابلينج المناغة، البابلينج المناغة، والبابلينج هو repeating in succession a symbol, consonant, vowel, syllable. إن الطفل لما ببلش يعيد بتتابع consonant, vowel، يعني حرف ثابت مع حرف علة. شو يعني حرف ثابت مع حرف علة؟ يعني با، ما، دا. أوكي؟ هاي اسمها إيش؟ بابلينج. فالطفل عمره 6 شهور يصير يحكي ما، با، دا. طبعا ما، با، الدا هاي بسميها syllable monosyllable، يعني مقطع. لكن الطفل لما ببلش يحكي با 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 دا 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 ما 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 هذول صاروا كلمات. اوكي، يعني في فرق انه الطفل لما بيحكي با الدا يعني يحكي با ويترك فترة وبعدين يحكي دا وبعدين يحكي ما فترة، هذول مقاطع مونوسيلبل. لما الطفل بيحكي با 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 أو دا دا أو ما ما هاي صار إيش؟ صارت كلمة مش مقطع. أوكي؟ فالطفل في عمر 6 شهور ببلش يعمل بابلينج.
He can vary volume and speed of delivery and has more control over what he says. ممكن يعمل سيمفونيات هيك يتحكم بالصوت تبعه لما بيكون مبسوط زعلان فرحان. بنصحى على صوته كل يوم الصبح وهو بيعمل سيمفونيات المناغاة اللي مشهورة. كمان إذا حدا فيكم بده يصور عمر 6 شهور ممكن يصور لنا البابلينج لطفل عمر 6 شهور. Don't try to make the child vocalize more than he wants because that will affect him. في كثير ناس بيحاولوا انهم يضغطوا على الاطفال، يعني الطفل ببلش يحكي با داما، بتيجي الام او الاب بيكونوا مكيفين انه ابنهم بيحكي او بيناغي، ببلش بابا دا داما ما، بصير هو يناغي للطفل. هذا احيانا بيأثر على تطور الطفل، يعني انت لا تقعد تناغي مع الطفل، احكي مع الطفل عادي، يعني غني له اغنية، احكي له قصة، احكي معاه عادي، لا تقعد انه يعني تناغي مع الطفل وهو بناغي، لانه ممكن يأثر على تطور الطفل اللغوي. Do not interfere with his vocalization. لا تحاول انك تقاطع الطفل وهو بناغي، خليه يناغي على كيف، وفيش داعي انك تشاركه في المناغة. تمام؟ Social development للطفل اللي عمره 6 شهور. طبعاً it's the time for teething. عمر 6 شهور هو العمر اللي بالعادة معظم الأطفال ببلشوا فيه يسننوا. Time for teething التسنين. Okay. So more sucking. فببلش الطفل في هذا العمر يصير في عنده بصير يعضعض على أشياء ويعض على كل شيء بيشوفه وبصير ممكن يصير في عنده drooling. Drooling يعني بصير يريل. لأنه كل شيء بيشوفه بحطه بتمه وبصير يريل. هاي بدل إنه الطفل تقريباً بلشت عملية التسنين عنده. في أطفال بيسننوا عمر 6 شهور، وفي أطفال بيسننوا عمر 4 شهور، وفي أطفال بنولدوا عندهم سن بسميه neonatal tooth، وفي أطفال بيضلوا للسنتين حتى يسننوا. كلهم أطفال طبيعيين، لكن إذا عدينا عمر السنتين والطفل ما طلع ولا سن يكون في مشكلة، يجب مراجعة طبيب الأسنان. مو الطفل بعمر 6 شهور he moves to discover more his feet instead of his hands، بيحاول إنه يكتشف الأشياء باستخدام القدمين أكثر من اليدين. Infant is very aware of volume and intonation of a human voice، بصير يميز معنى أصوات الناس. وأكبر مثال على ذلك إنه harsh tone stop him and soft tone encourages his language. لما بيكون الطفل إذا بتحكي معاه في نبرة صوت حادة بيزعل وبيغضب، لما بتحكي معاه بهدوء بينبسط. حتى لو كان معنى الكلام اللي حكيته بنبرة حادة حلو، والكلام اللي حكيته في نبرة soft كان معناه مش حلو، تمام؟ لكن الطفل بيميز معنى الأشياء بهذا العمر من التون، من نبرة الصوت وطبيعة الصوت اللي بتحكي فيه. أوكي؟ فضروري جداً إنه يعني نحكي مع الأطفال بطريقة تناسب محتوى الكلام عشان يفهم إنه شو العادة السيئة في مجتمعاتنا، إنه أحياناً بنكون نسب على الطفل وإحنا بنضحك. بيكبر الطفل بصير يسب، بفكر إنه المسب إشي عادي لأنه تعود إنه يسمع مسبات والناس بتضحك ومبسوطة عادي. أوكي؟ فبيبلش يخزن إنه المسب إشي عادي، ببلش يكتسب عادات ما بنحب إنه يكتسبها الطفل. He can babble أكيد، بصير عنده babbling مناغة. Use facial expression، بستخدم ملامح الوجه للتعبير. Arms and legs، يديه رجليه للتعبير بستخدمهم. في myth يعني شو إشي لم يفسره العلم بسميها myth، بيحكي إنه girls tend to babble more than boys، البنات بيناغوا أكثر من الأولاد. وكنت دائما لما أسأل ليش البنات بيناغوا أكثر من الأولاد بالمحاضرة كان يجيني إجابات كثير. في ناس تحكي البنات أذكى من الأولاد، مش عارف إيش، بيمشوا قبل، بيحكوا قبل، بيمشوا قبل، يعني هاي الأمور. لكن هو في الحقيقة في ملاحظة إنه البنات بيناغوا أكثر من الأولاد، والعلم لغاية اللحظة هاي ما قدر يفسر ليش. أوكي.
بيبي انجوي ميل تايم، بهذا العمر بحبوا الميل تايم. ليش؟ لأنه مرحلة اكتشاف، بصير يلعب بالأكل ويخبص بالأكل ويدمر الكائنات والأم بتزعل واو. يعني ميل تايم is fun for babies ونايتمير فور ماماز. فعشان هيك الأطفال بحبوا الميل تايم لأنها بيكتشفوا أشياء كثير during ميل تايم. أوكي؟ تمام. إذن هيك بنكون أنهينا عمر 5 شهور و6 شهور. خليني أوقف التسجيل عشان اليوتيوب يقدر يحمل المحاضرة، وبعدين ببلش لكم في عمر 7 شهور و8 شهور و9 شهور. أوكي؟